شارع الحياة، شارع السينما من 3 لـ10 نوفمبر 2018، التوقيت 3 متاع العشية تقريبا، والحركية كبيرة لهنا، الحديث الكل على الفن السابع. النقاشات بين النجوم وعشاق السينما قدام القاعات، في الشارع، ولا في النزل اللي يستضيف السينمائيين، الكلها على الفن السابع وعلى الأفلام المشاركة في الدورة. كل واحد من الجمهور لهنا يحدد الوجهة نتاعه القاعة من القاعات، يختار الفيلم اللي يشوف انه يستحق المشاهده قبل غيره. انا شفتك براس جيتك عشان تتصل تتفوسي باش نتفرج فيه. سمعت علي مثال السعد، انا سمعت علي فما بوليميك كبيره. هذا جمهور الفيلم التونسي في عينيا يستنى في الدخول والفرجه لاول مره على الفيلم. الاحتياطات كبيره كالعاده، والامن والتفتيش في الباب اولويه كبيره. اوراق التصويت على الفيلم، أوراق جائزة جمهور الدورة 29 تتوزع على عشاق السينما اللي جاءوا من كل الأعمار والجنسيات. في القاعة الأماكن بدأت تتعبى، والجمهور في انتظار الفيلم الحدث، فيلم في عينيا لنجيب بالقدر. الحديث في القاعة على الفيلم، على أيام قرطاج، على نجوم الفيلم الحاضرين مع الجمهور. الفيلم عمل ضجة كبيرة في الجرائد وفي المواقع والتلفاز والإذاعات وفي مواقع التواصل الاجتماعي وفي شارع بورقيبة والشوارع اللي بجنبه. كالعادة هذا تقديم العمل والفريق، ونجوم الفيلم يصفحوا جمهورهم ويعيشوا معاه لحظات الفرجة. ربي تسليك على المسكين، يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو. نجوم منهم نجيب بالقاضي ومونا نردين ونضال السعدي وسميرة مقرون وسوسن معالج وعزيز الجبالي، نجوم جاوا يتفرجوا مع جمهورهم. تطفى الأضواء ويبدأ عرض الفيلم. نحكي على فيلم في عينيا لنجيب بالقاضي، فيلم يلخص معاناة لطفي، دوري أديه نضال السعدي، دور المهاجر التونسي المقيم في فرنسا اللي يرجع لتونس مضطر، وسبب رجوعه لعناية بولده الصغير المريض بالتوحد. شنو؟ بيبي نمار ويسي أسمع، سارة عم الجسر وقت أختي جيب على ستنة عاد منافت حب على الحظام. كيس كي بولات مو فرير؟ يفعل كجغ تحب تمرمدني أنا في عمري هذا في المحاكم؟ الحكاية هذه يلزمها تقف. البطولة نضال السعدي، إدريس الخروبي، سوسن معالج، منى نور الدين وعزيز الجبالي وغيرها. سوسن معالج في الفيلم تأدي دور خديجة خالة الطفل يوسف. خلي عندك العشية هذيك، ما عادش عندي جهد، طفل مهبول ياسر. موش مهبول يوسف يوسف هاش ولد يزي، امشي اقلب وجهك لفرنسا نتاعك تنرى به انا يوسف. دور قدم الممثل سعد ادريس الخروبي، ونلقاو زاد عزيز جبالي في دور يوسف، الممثله القديره منى نور الدين في دور جده يوسف من البو. ما نجمش جو في دي زيفور صح، قاعد نعمل معاه في اللي عليا واكثر، وبالرسم نحبو يتحسن. مش صحيح لطفي، انت يوسف تحبو يطلع كيفك. 98 دقيقه عاش جمهور فيلم في عينيا، وجمهور كل واحد من الممثلين اللي جاوا يتفرجوا مع جمهورهم. يوسف ما حاجة خلق. لطفي أمان ماكش فايق بروحك قاعد تهلك فيها هكا. لطفي قديمش نقعد تلم في الخراب تاعك كامل.
Laisse-moi, je te dis. Arrive, t'en fais, hein? J'ai un mot de kid, ça y est! Soit je t'en fais, hein? T'as un bras, hein? Bonjour, le knack, hein? Bonjour, le knack! Stop! Yoshi! الفيلم شارك آخر مرة في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، واليوم يصافح جمهوره التونسي والعربي في أيام قرطاج السينمائية. بعد العرض الجمهور يصوت للفيلم التقليد القديم اللي ترجع له أيام قرطاج السينمائية في دورة 29. نحكي على جائزة الجمهور. برافو pour le film. إن شاء الله الفيلم يعجب الجمهور، والجمهور هذا يخلي الناس تمشي تفرج فيه، حتى الفيلم يخرج نهار 11 نوفمبر في قاعات السينما، حاجة تفرج حقيقة. بعد الفيلم كالعادة تتواصل الحياة في الشارع، الحياة سينما والسينما حياة، والسينما تتواصل وتتواصل بها ومعها أيام قرطاج السينمائية من 3 إلى 10 نوفمبر.